هذه المسألة فيها تناقض، فيها شيزوفرينيا، وأنا أعرف أن الإطار وخاصة حزب الدعوة الإسلامية وكما كتبت سابقا وقبل السنوات هو حزب مصاب بالشيزوفرينيا ما بين ما يتكلم به وما يطبقه عن أرض الواقع، وأكيد هذه الحالة موجودة ضمن مكونات الإطار ما بين خطابها السياسي وما تقوم به على الأرض. بمعنى اثنين. لا 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 بمعنى هنا هنا احنا سمعنا مثلا سيد فرات يقول لك لا ماكو استهداف سياسي، بالعكس أي حكومة ممكن أن تفتح ملف أي حكومة سابقة، وبالتالي هسه بدأت مثلا حكومة السوداني بفتح ملفات حكومة الكاظمي أو استكملت مثلا بعض الملفات وشافت إلى أنه أكو اتهامات وما إلى ذلك، ممكن بعد أيام يفتح باقي الملفات. أيضا سأستعين بالتاريخ سأستعين بالتاريخ، لن أأتي بشيء من جيبي، ولا سامح الله أنا أحب الإطار كأناس كقيمة إنسانية ولكن كقيمة سياسية أنا مختلف معهم تماما. السيد نور المالكي المحترم، نعم، كلنا جربنا خلال حقبته الثمانية عندما كان يصبح هنالك توتر سياسي الرجل وبالفم المليان يقول يا فلان لا تتحدث لدي ملفك، يا فلان لا تتحدث، وعندما خرج قام باتهام الإعلام بأن الإعلام يجب أن يحترم نفسه ويكون دقيقا وأن يأخذ المعلومة من مصادرها، لأن السيد الكاظمي لا يمتلك ملفات، لا يمتلك ملفات.